يبين لك أنه يعني إنسان حتى ولو غلط لا يبين أنك أنه ماخذ عليك ماخذ أو أي حاجة، وإنما يراويك يعني الوجه الأحسن. نعم جميل. فهذه شخصية الشيخ يعني الشيخ أحمد بن زايد باختصار، ولكن قد تكون يعني لها شرح أبعد من هذا يعني. نعم راح نتكلم أكيد في محاور عديدة مثل ما ذكرنا. السيد عبد الحميد، لو تخبرنا عن ما يتحلى به الشيخ أحمد رحمة الله عليه من صفات إنسانية، وأيضا المواقف التي قام بها في إطار المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وأستفتح بالذي هو خير، وخير ما نقوم به في هذه اللحظة وفي هذا المصاب الجلل أن نتوجه إلى الله بالدعاء بالمغفرة والرحمة إلى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن زايد. عني وعن زملائي في مؤسسة زايد من بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية كلهم يلهجون بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بأن يجعل الجنة مأواه، وأن يتغمده بواسع الرحمة، وأن يجعل الجنة في فسيح الجنان إن شاء الله تعالى. أما صفات والخصال فالحقيقة لا تعد ولا تحصى عن فقيد الوطن وفقيد الإنسانية وفقيد العمل الخيري، وإذا قلت ولا أبالغ أنه فقيد الأرامل والأيتام في الإمارات وخارج الإمارات وفي العالم بأسره في الوطن العربي وفي سائر الأقطار المعمورة، إنه فقيد المشاريع الإنسانية، فقيد الكليات، فقيد الطالب الجامعي الذي لم يجد التحصيل، إنه فقيد المريض الذي يستعصي عليه المرض ولا يستطيع أن يتعالج، فقيد كل محروم، فقيد المناطق المحرومة، فقيد الدول الأقل نموا والأكثر حاجة والأشد حرمانا، إنه فقيد الشباب، فقيد الشرائح، فقيد الأيتام، إنه فقيد ذوي الاحتياجات الخاصة. فمن أي جانب إنساني أريد أن أتكلم لا أستطيع أن أعدد هذه المزايا، لكن الصفات الشخصية التي تلم هي لم يتم اختيار الشيخ أحمد عن عبثية، وإنما لشخصية، وإنما لصفات كان يتميز بها. كان يتميز بالصبر والأنات والحكمة. بالتأكيد لقد ورث وأخذ عن والده صفات الحكمة الثاقبة والكلمة الرائدة والإرادة الحازمة. في نفس الوقت الذي كانت له الإرادة والإدارة القوية التي انتهل منها العلوم ودرس فيها البحوث داخل الدولة وخارج الدولة في أرقى الجامعات، لقد استطاع أن يسخر هذا العلم ليكون قدوة في العمل الخيري والإنساني بالإضافة إلى عمله الاقتصادي. إذا كانت المجلات وإذا كانت الشخصيات الاقتصادية فقد اعتبرت الشيخ أحمد رحمه الله من الشخصيات الرائدة في العمل الاقتصادي ومن الذين وقفوا أمام الصعوبات في الأزمة المالية، فهو بلا شك من الصف الأول في العمل الإنساني والخيري. وهذا الكلام حققه وأنجزه فعلا في المشاريع الإنسانية الخيرية داخل الدولة وخارجها، في صفاته، في عمله، في توجيهاته، في اجتماعاته، في دائما حسه بتوجيهه المباشر واليومي إلى إدارة المؤسسة، إلى سعادة مدير عام المؤسسة، إلى جميع الإدارات بتواضع. والتواضع الحقيقة سمة أساسية في أعمال الشيخ أحمد رحمه الله. كان صحيحا لا يتكلم كثيرا حتى لا يريد أن يظهر عن ذاته كل هذه الهالة، لكن أعماله غطت المعمورة. يعني من الغريب أن أقول ولا أبالغ ما وصلنا إلى بلد من البلدان العالم في كافة القارات حتى نيوزيلندا إلا وتجد اسم الشيخ أحمد وضع بصمة من بصمات مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، لأنه كان يؤمن بهذا الدور
الذي ورثه عن والده المرحوم الشيخ زايد طيب الله سراه. طيب الله سراه. يمكن أعماله هي اللي حكت عنه وليس وما كان يدور على الأضواء بحيث أنه يحكي عن أعماله. نعم بالفعل. بالتأكيد. وحديثك أستاذ عبد الحميد أيضا أستاذ سالم عن تطرقه إلى جميع الشرائح هنا في الإمارات وخارج الإمارات، يمكن بننتقل إلى مجموعة من الشهادات التي يعني جمعناها لكم من جميع أطياف المجتمع الإماراتي وأيضا من ثلة من المقربين من المغفور له الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان. نشوف ماذا قالوا عن شخصيته وماذا أرادوا أن يقولوا ويعبروا بما يخالجهم في صدورهم. خلونا نشوف. لا نستطيع أن نتكلم بجميع محاسنه. هو شخص ورث كل الصفات الطيبة من والده الله يرحمه، الحكمة والصبر وبعد النظر والشجاعة وحب عمل الخير، له صفات طيبة الله يغفر له ويرحمه، ومنها يحب العمل ويثابر عليه ويشجع ودود بين أصدقائه. هو طيب أخوي، يكون حازم وقت الحزم ولين وقت اللين، قام بمشاريع عديدة في جميع القارات في أفريقيا وأوروبا وآسيا. نحن أنجزنا أعمال تحت توجيهاته في أفريقيا وحدها 2009-2008 تتجاوز 45 مليون في 25 مشروع، وأيضا في الدول الآسيوية والعربية هذه مشاريع نفس القيمة، وأيضا مشاريع توجه أن نعمل المشاريع الموجودة في الدولة وهي تتجاوز 70 مليون مشاريع في الإمارات الشمالية والأعمال الجارية في هذا المنوال، كلها بحب الخير وعمل الإنسان وترفيهه. هو فقيد علينا جميعا، فقيد على الدولة، ولكن من كان قريبا عليه يحس بالفرقة، يحس بالحرقة، وإن شاء الله يكون في إن شاء الله في العليين، يكون إن شاء الله في جنات الخلد. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على فقيد الوطن الشاب الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، تغمد الله الفقيد أوسع رحمته واسكنه فسيح جناته. الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان كان رجلا خلوقا، وكان يحب الخير، كان رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية، كان خير مؤتمن على هذه المؤسسة الخيرية التي تعتبر ذراعا للأعمال الخيرية والإنسانية لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات في شتى الميادين الصحية والتعليمية والاجتماعية سواء في داخل الدولة أو في خارجها. لم ينسى المغفور له الشيخ أحمد بن زايد قضايا أمته العربية والإسلامية، فكان يعاون الشعب الفلسطيني على الصمود من خلال المشاريع الخيرية التي وجه بها في فلسطين كمدارس التمريض والمستشفيات والمدارس والجامعات في الضفة الغربية وفي غزة. كذلك لم ينسى قضايا المسلمين أيضا في جميع أنحاء العالم، وكذلك الأمور الإنسانية في الكوارث والحروب كان يعني يوجه ويأمر بإرسال المساعدات والمعونات. وعلى النطاق المحلي أيضا كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن زايد منتهجا لنهج والده الكريم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من خلال اهتمامه بالمحور الوطني وتعزيز الهوية الوطنية من خلال دعم المواطنين وتلمس حاجاتهم. وقد أمرنا يعني سموه رحمه الله بتلمس حاجات المواطنين